نعم نحكي بصراحة علي. نعم. ومن بدون ما نرتش. أكيد. هاك. أنت اليوم تنتقد السياسيين صح؟ صح. أنت قلت لي قبل لا أدخل البرنامج. نعم. إيش تسأل عني حاضر؟ أكيد. وأصدقائك شهود قاعد أنا ذكرت أسماءهم. فعلا. لأن أكو ربط هم شهود. فعلا. قال إنه إيش تسأل؟ أنا ما عندي اعتراض وأنا قابل صح؟ قلت لك كل خلص. ما هو أمامي لا يخيفني. جميل الكلام، أنا أحب الشخص الواثق بنفسه. نعم. نحكي بصراحة اليوم، أنت نعم. اليوم تنتقد السياسيين لأن هم قلت إنه أنتم نشالة صح؟ فعلا. يعني حرامية. صح. صح؟ زين. أنت اليوم لؤي الأسدي مدير قناة الديار. نعم. انطاق برنامج. نعم. أنت وكادرك. نعم. ودزلكم رواتب. نعم. أنت رواتب البرنامج ما قاعد تنطي للكادر. 11-16 شهر قاعد تاخذ الراتب لك ما قاعد تنطيه. 16 شهر؟ نعم. لا حبيبي. أنت اليوم ما تنطي مدير قناة يعني ينطيك راتب ما قاعد تنطي للموظف، أنت تصير بدال المسؤول، شو تسوي؟ طيب أجاوب. وإذا ما تثق بكلامي مستعد أخابر لأي مدير القناة راح يثبت هذا الشيء. واحد هسه غير أجاوبك؟ تفضل. إي خلاص. صح أم خطأ؟ أولاً الله بالخير. الله بالخير. بس هسه هدية. ها؟ هسه هدية، أنا أحب هدوءك. بالعكس، ليش أنا أجاوبك بأي طريقة أريدها؟ هسه هدية. تعجبني. إي. اتفقت ويا استاذ لؤي. اي قلت له انه انا استلم منك هالقد. أوكي. حلو. اوكي. بالبدايه كانوا اللي وياي علي سعدون وسيف صباح، بحيث اجوا قالوا للمدير استاذ شو كنت تنطينا؟ اكمل. قالوا شو كنت تنطينا الراتب؟ قال يا بس لا تتعصب. تدور اكمل. لك اصبر. 16 شهر حبيبي ماخذ الراتب حضرتك. هو ماخذ الراتب هو شنو يعني مثلا الماليه هي شنو؟ اي ماخذ الراتب حضرتك. ليش؟ انا اجاوبك على شنو انا اجاوبك؟ تفضل. أنا اليوم من إجيت اتفقت وياك وتعاقدت وياك. نعم. طيب؟ طيب. أنا جبت ممثلين. أي. حلو؟ أي. زين أنا من جبت الممثلين أنت الراتب اللي جاي تعطيني ما يكفيني، أنا بيتنا بس ماية. بنزين يومية روح بس هيك قول للمدير. غير أكمل يا حبيبي. قول للمدير هذا الكلام، مو المدير يصرف راتب إلهم. نزار. يصرف راتب إلهم وأنت ما تنطي. أنت سألتني؟ خلصت سؤالك؟ تفضل راح اجاوبك. راح اعلق. تفضل. لا اذا تحكي على مود اعرف شلون بس باوع. انت لا تباوع، انت شنو ابو مرايه؟ لا عيوني لك. اسمع جاي حاكي. جايك بالدليل. تفضل. اي حبيبي. نعم. فاعطيتني انت اليوم الراتب. نعم. الراتب ما جاي يكفين هاي وحده. انا 500 الف هاي بس بنزين ودهن. طوش. زين انا اليوم كممثل غير احب اطور نفسي واكون نفسي، يعني ما كل يوم واحد يطمح. انت هسه ما تطمح تشتري سياره احدث؟ ما تطمح انه تقعد ببيت بوحدك؟ بس ما اخذ راتب الكادر يا اخي. غير راح اجاوبك. لا اله الا الله. جاي اجاوبك. ما جاي اخذ راتب الكادر. ما تطمح؟ اطمح. انا راتبي محدود. اي اللي يبقى نشقد اللي يبقى تقريبا بال 300 الف. اي انا اليوم الكادر اللي وياي دائما نروح نقعد شكو قاعده. اليوم انا من اروح اقعد شكو قاعده يكون الحساب علي. هاي انا من احكي لك بداياتي، من احكي لك اللي كانت استلم 600 و700 دولار، اللي هي شهر كامل انا ادق شهر كامل انا ادق على 700 دولار، يصير تقريبا بالما يقارب مليون او اقل المليون. بس الكادر اشتكى للمدير انه انت ماخذ راتب. انا جاي اجاوبك حبيبي. انا جايبك انت، مو انت جايبني، انا جاي احاكيك. انت ليش عصبي؟ غير اجاوبك. واحد يدافع عن نفسه العد شلون تريدنا اجاوبك؟ ليش عصبي؟ اوكي نزار حبيبي، انا راح اجاوبك بطريقه شفافيه علي. انا جاي اجاوبك نزار. كادرك اشتكى لان عندهم رواتب من القناه، قالوا للمدير استاذ وين راتبنا؟ كان تقول 16 شهر راتب. اخي انت تقدر تتصل علي لو انا اتصل؟ لا انا اتصل. صار اتفاق. اكوش قال لي؟ قال لي علي. وتقدر تحلفه وانا ما اخاف وواثق بالخطوه يمشي ملكا. اتصل بي؟ اتصل بي. تقدر تقول له؟ تقول له علي. اتصل حبيبي. شنو السالفه؟ نعم ترى اقول لك واثق بالخطوه يمشي ملكا ما اخاف. نعم. قال لي علي انه قلت له لؤي استاذ لؤي او ابو نور اسميه. نعم. قلت له ابو نور ترى ما جاي يكفني، والولي جاي يقول له لعلا واحنا ما عندنا. قلت له والحسين ما جاي يكفن، وفعلا انا ما جاي يكفن. انا ما بايق. انت مشاهدات اليوتيوب جاي تستلم من براسي. مشاهدات يوتيوب مو تستلم بيهن؟ اعطيني زيد راتب على مود اطل الولد، تعطيني اقل من مليون وين اوديهن؟ اثنين. نعم. على مود يعرفون المعاناه. فضل. اللي جاي نتعبها وكذا. فضل. نعم. اثنين قال لي علي ايش راح اسوي لك؟ وهاي هم شهود. نعم. اذا ينكرون. نعم. اكو حلفان. قال لي علي انا راح اخصص لهم كل واحد 250 الف، انت اطلع من يمها. حلو؟ حلو. قلت له خلاص اطلع. قال لي خابرتهم. قلت لهم بعد يا ولد تسلمونهم من استاذ لؤي، انا وحدي. لان بدليل انا عندي منصه الفيسبوك وعندي منصه الانستغرام وعندي منصه اي هن هذني ما كان عندي يوتيوب. اليوتيوب سويته بال 2019. هذان منصتين كانت عندي انشر بيهن. ماشي؟
واتعب وانا اللي اكتب وانا اللي وانا اللي اعلم. يعني من انا من جبتهم الولد انا ما انتقص من قيمتهم. ليش اشتكوا عليك اخي؟ غير اجاوبك قلت ليش اشتكوا عليك؟ اشتكوا مو من اشتكاء، قالوا علي انه ما جاي تجينا رواتب. قلت لهم استاذ لؤي هو اللي يعطيكم. طيب. اتفقت وياه، قال لي انا راح اعطيهم. فقال لي انا راح اخصص لهم 250. الرجل رجع قال علاوة اكو ميزانيه ما جاي تجي. حلو الكلام. جاي كذا جاي كذا جاي كذا. جميل. لا اكثر ولا اقل. استاذ لؤي الاسدي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. الله يخليك حبيبي. عافيتك امورك. الله يخليك يا طيب. انذكر اسمك بالبرنامج وحق الرد مكفول. ضيفي علي سمير صبيح. اهلا وسهلا. سؤال استاذ، انت مدير قناه الديار صح؟ اي. هل في يوم اشتكوا لك موظفينك لان 16 شهر ما ماخذ الراتب وانت تنطي راتب كنت لعلي سمير هو ماخذ الراتب؟ اكو شيء معلومه وصلت؟ اول شيء الف تحيه لك والكادر قناه الرشيد. شكرا، يسلمون عليك. المخرج الرائع محمد الحبوبي. سلم عليك استاذ محمد الحبوبي. لو الله يخليك. نعم. الله يحفظك. اكو شيء معلومه لو اني غلطان؟ اول شيء خلي نكون واضحين. نعم. اللي انا وعلي بدايه الامر انه ما عاد في خلاف. خروج علي سمير من الجروب. اي. هو كان ضمن. نعم. الجروب الداخلي بيناتهم، جروب بيناتهم. بلشوا سوا وتفلش الجروب وانه برجعوا الشباب. اشتكوا مو انا حتى اعرف معلومتي، اشتكوا يمك لو ما اشتكوا الشباب؟ والله انا كنت مسافر عزيزي. رجعت من السفر. نعم. كان الاستاذ بكر نايف بذاك الوقت يصور. جيد. وياهم صار جيد. اشكال ويا علي، خابرني علي. نعم. قال لي انا بعد ما راح اصور. قلت له شنو السبب؟ نعم. قال لي ماكو احترام الي او فشي. قلت له علاه وقف التصوير. نعم. بما انه انت قائد العمل. حلو. على ما اجي انا ان شاء الله ويصير خير نصور. استاذ لؤي الكادر اشتكى منه لعد انت مدير الفضائيه؟ منو اشتكى بعد؟ جايك بالسوالف. نعم. فالاثناء الشباب رفضوا. اي. يا ليش رفضت تصورون؟ قالوا استاذ احنا لازم تعطونا حقوقنا. خوش. قلت له ليش انطيكم حقوقكم؟ حقوقكم واصله. قال استاذ من بلشنا لليوم احنا ما مستلمين حقوق. ها. قلت له شلون يصير هذا؟ مو حق، شلون ما مستلمين حقوق؟ وانت كنت تنطي الرواتب. اي انا كنت انطي الرواتب. والحقوق اللي قلت له عليهن، والحقوق اللي قلت له عليهن انا راح اسلمهم كل واحد 250، شنو تقول عليها؟ قلت له انا راح انطيهم. اي شلون شلون عزيزي؟ من قلت له انا راح، قلت لك لؤي، قلت لك ابو نور الراتب ما جاي يكفي، جاي يذبحن كلهن على البنزين واكل الولد ومصاريف، وانا جاي اجيب اكل وكذا، يا ريت انه تخصص لهم راتب على مود اطلع من السالفه. قلت له انا راح انطيهم بالموسم الثاني مو الموسم الاول اللي قدمته. قلت له انا راح اعطيهم كل واحد 250 او 200 الف، صح لو غلط؟ وانا التزمت بهذا الشيء. خلاص غير بعد انت تعطيهم، انا شعلي. ليش جو اشتكوا يمك؟ انت شعليك؟ لا لا غير انا شعلي، انت مو هاي ومن فمك ادينك. غير انت تقول تقول انا قلت لك هيك وانا راح اعطيهم، هذا انت. والموسم الاول ايش قد قدمت؟ قدمت انا 4 اسابيع، وين 16 شهر؟ في الرساله خلصوها بشهرين. علاوي عزيزي، عزيزي حبيبي، اذا طريقه الكلام وياك هيك فانا اقول لك في مان لا وكم. اما اذا تريد الناس تعرف طريقه الكلام. استاذ لؤي هو من فمك ادينك، هو جاي يقول لك انا ردت انا قلت له حبيبي. علي سمير كان راتبه بذاك الوقت 600 الف. طيب زين. نعم. واللي وياه باختصار استاذ، واللي وياه علي سمير واللي وياه 3 اشخاص كل واحد 300 الف. زين انت مقيم بالاسماء 300 الف. اي اي يعني 900 الف بالشهر كان ياخذ حق اصدقائه لمده 14 شهر. 14 شهر تاخذ حق اصدقائك؟ بس دقيقه بس دقيقه، انت مقاوم بالرياضيات، انا جابر بن حيان، هن 600 و900 ايش قد؟ ايه مليون ونص. أي. انت كنت تعطي مليون، وين مليون ونص؟ لا مليون ونص كنت انطي. اخي عندك انت بنود وروح شوف اذا انت زين فهذا بعد انا اخر. لا حبيبي عندك انت كنت تسلم لي مبلغ وبعدين انا اتعارك على ماده يعني فلوس انت جاي تستلم. كنت تستلم مليون ونص وبعدها اخي وين انت جايبني هسه؟ مدير القناه قاعد يقول لك اخذ الحقوق، انت ماخذ حقوق. انا ماخذ حق تعبي، شنو اللي عاد؟ انا القناه صعدت براسي، قناه اول ما جيتها 20 الف، شارع العام ما يعرفونها، وصلت مليونين ونص. تعب هذا العد منين يجيك؟ منين يجي هذا التعب؟ تقدير ماكو. قلت لك انت تعطيهم، قلت لي علي انا راح اسلمهم كل واحد 250. لا لا مو هيك حبيبي، لا لا مو هيك. اتفقنا كان نهايه الحديث بوجود بكر نايم. اخي انت شنو السالفه؟ استاذ لؤي يعني اكبك من رجليك توقع على راسك، اكبك من راسك توقع على رجليك. انت هسه مختصر مفيد استاذ لؤي، انت كمدير قناه انت انطيت لكل شخص 300 الف بالاسم صح؟ لا حبيبي انت عاقد وياي، انت جاي تستوعب انت بسلفه؟
اجت ملايين و400 اجور علي سعدون وسيف صباح. واشتكوا يمك انت علي سعدون وسيف صباح ذول من جابهم على مود تتاجرهم؟ انا جيت سعد لؤي شكرا حق رد مقبول لك. كان يشتغلون عندك هم يشتغلون الفضائيه يا فضائي وغير انا جبتهم. ما يصير تاخذ راتبهم ما دامك راتب ما يصير تاخذه اخي. ما ماخذ حق التجاي تتهمني وقاعد هو سعد لؤي يقول هذا هو يقول لك غير هو يقول انا راح اعطيهم فلوس انا تعمل عشان تسعد القناه. شنو انا عوضتهم بما انه انت وعدتهم قلت لهم عوضتهم ترى ربع حسون يا اخوك علي نعم. انتهى الحديث انتهى الحديث انه علي سلمهم 1400 دولار. شنو سلمهم 1400 سلمهم ايه كل شخص راح يعوضه علي سمير 800 دولار. وما عوضه ما عوضهم انت اسمعني حبيبي انتهى الاتفاق وبوجود بكر نايف والاستاذ مشرق ريسان وبوجود حسن هادي وقال خابر اخوه اسمه حسوني اتذكر قال له حسوني تعال لي على باب الشرجي جيب له وياك فلوس من امي اللي هي 1400 دولار جابهن 800 دولار لا وبعدها علي سمير اختفى وما انطى جماعته فلوس. علي من اختفيت انت قلت انا راح اعطيهم تعبه هذا. شكرا استاذ لؤي. لا لا انا اخي انت اعوضهم زين وانت ما التزمت وياهم رجعت انا عوضتهم. حبيبي استاذ لؤي حبيبي احنا اليوم اذا حبيبي اليوم اذا نريد نحكي فنحكي احنا مثل ما نقول مقابل انا ما عندي وجهين. نعم ماشي اذا تريد تحسبهن فانا اقل مشاهده عندك على يوتيوب 10 مليون اذا تريد تحسبهن علي خلنا اكمل لك. انت مو شريكك العد انا مو من حقك انت ما تعطي فلوسهم انت قلت لي علاوي انا راح اعطيهم هسه هاي انا جاي اجاوبك. شكرا استاذ لؤي نورتني. لا 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 استاذ خليني اوضح على شغله. نعم كان يقول للجماعه يستقبلهم يقول لهم ابو نور ما عندي ابو نور كذا وهذا من كلامك انت من كلامك والشباب انت من كلامك تقول لي انا ما عندي لا 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 ما في شيء مستحيل واصبر. لا لا مستحيل لا مستحيل شكرا نورتني مستحيل يعني حبيبي راح ادز لك ارقام الشباب ومن كانت شكرا خابرة. شكرا نورتني تحياتي لك حق رد كان مكفول الي ذلك انا اخذته انت اعطيت وجهه نظرك نعم وكذلك هو اعطى وجهه نظره وقالوا انه الشباب مشتكين خلاص هو ماكو شباب مشتكي حبيبي اليوم انا اجيبك نعم انا اجيبك انت ما عندك فيديو بحنه جبتك وطلعتك وياي ومن اتفقت وياهم قلت له يابا فلوس للولد انا الراتب ما جاي يكفيني وانا احكيها وما قناتي يقول انا صارف لهم رواتب انت المفروض تقول لهم انا موقع العقد وياه انت جاي تستوعب استوعب. انت هسه انت مقدم برامج من توقع عقد اخوك له دخل اخوك وياك بس هم اشتكوا لا 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 الله انت جاي تستوعبني نسد الموضوع لا ظل تقمز لا ما لا لا ما اقمز لا ما سده تفضل جاوب انا جاوبك نعم. لا مو من حقك السده تساله تفضل تفضل لا لا تفضل تفضل شنو ذيب انت لا تفضل فانت سالتني قلت لي هيجي من جبتهم قال لي علي انا راح اعطيهم راتب من يمي كل واحد 250 من باب الصداقه قلت له ابو نور ما جاي تكفيني فعلا ما تكفيني بذاك الوقت انا بنزين من بس مايه لحد هنا باب الشرجي ايش قد يوميا 15000 اذا تريد تضربهم 450000 على دهن زين اكل شرب وانا متزوج وعندي طفله شنو اللي يريد اسويه والله انا بس اتصعد لمشاهده اصعد قناته غير انا بدي اطور من نفسي غير انا بدي اوصل نفسي اضافتك كانت لهم اكثر مما هم اضافوا لك اكثر مما هم ادخل المشاهده قبل لا اسوي البرنامج لهم خمس مشاهدين يدخل هو والعائله يبوا على البرنامج مالتهم غير انا جبتهم سويت لهم على ملايين صعدتها صعدتها مو اقول لك انا اتملق وهاي لا بس انا سويت وتعبت ولليوم جاي تصعد مشاهدات ليش طلعت؟ ها؟ ليش طلعت مؤخرا بعدين؟ ما استمريت وليش؟ ما استمريت اكو صار خلاف بالعمل مو من هاي اكو شيء اسمه اليوم احترام اليوم انا اذا ما اخلي قيمه لنفسي فما راح اخلي العالم تهابني وتحترمني فلهذا السبب اليوم اللي يقلل احترامه بكائن من يكون بأي مجال لا أنا واقفة على حده.